هادشي اللي غادي نشارك معاك اليوم غادي يعاونك بزاف في المونتاج، كنت كدير التجاره الالكترونيه ولا صناعه المحتوى، الفيديوهات ديال تيك توك، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب، جميع مواقع التواصل الاجتماعي بمساعده الذكاء الاصطناعي غادي تقدر انك دير المونتاج. ولا ما كنتش كتبين وجهك، كاين الذكاء الاصطناعي تقدر انك تبينو بلاصه وجهك. وهذا البرنامج باش زوين، دوك الادوات اللي كنت كامل كتخدم بهم غادي تخليهم جنب، غادي تخدم به هو بوحدو. انا كنت كنستخدم 4 ديال الادوات باش انني ندير المونتاج للفيديوهات ديالي: كاميرا، ميكروفون، تسجيل الشاشه، يعني الاداه باش كنسجل الشاشه، وكذلك المونتاج. هادشي غادي تلقاه في برنامج واحد. تبع معايا الفيديو الى الاخير، هذا الفيديو غادي يعاونك بزاف باش انك دير المونتاج. ولا كنتي كدير التجاره الالكترونيه للمنتجات ديالك، ولا كنتي كتخدم صناعه المحتوى تيك توك، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب، تبع معايا الى الاخير، هذا الفيديو اكيد انه غادي يعاونك. الا كنتي باغي تشارك معنا في المسابقه ديال دعم القنوات، راه مازال مستمرين، بغيتي ندعم لك القناه ديالك، الشروط بسيطه وسهله. غادي تهبط لهذا الفيديو انت اللي كتفرج فيه، غادي تحط التعليق ديالك يكون سلبي ايجابي، حطوك فيما بغيتي انت. الفيديو المقبل غادي نجي نعزل من التعليق ديالكم، جات فيك القرعه، غادي نحط القناه ديالك عندي في الفيديو، الناس ديالي غادي يدخلوا عندك وهكا كتستافد من الدعم مجاني. كيفما اليوم غادي تلقاو القناه اللي فازت معنا في الديسكريبشن اولا في اول تعليق، اجمعوا على هذه القناه ولا جينا من طرف محمد ابراهيم، حتى انت حط التعليق ديالك وتسنى نظرك في الفيديو القادم ان شاء الله تعالى. الاخوان على بركه الله، اولا راح لكم واحد ضربه في الديسكريبشن، غطلع لكم هذه الواجهه. هنا كنجيو كنزلوا البرنامج هو الاول، كنكليكيو هنا، ثم هنا كيتيليشارج عندنا الفوق، ثم هنا شتي كيتيليشارج. من بعد كتلقى عندك في هذه البلاصه هذه، كتكليكي على الجمره هنا، كدير يس باش انستاليو، نستناو شويه. هنا كنوافقوا على الشروط، كنديروا انستال، غادي نستنى واحد شويه كيتعطل على حساب الكونيكسيون عندك، الا كانت خفيفه راه دغيا كيدوز، الا كانت ثقيله راه غتسنى بزاف. من بعد ما كندخلوا التطبيق ديالنا كتطلع لنا الواجهة على هذا الشكل هذا. هنا عندنا اختيارين، يا اما غنديروا تعديل الفيديو، يعني في حاله ما ديجا عندنا واحد الفيديو بغينا نديرو ليه مونتاج، كنكليكيو على هاد البلاصه. بغيت نصور يعني الشاشه ديال الحاسوب وندير الشرح الى اخره، وكاينين مجموعه من يعني من اختيارات اخرى اللي غادي دابا نكتشفوها، كنكليكيو على هاد البلاصه. هنا كيعطوك 6 ديال الاختيارات. الاختيار الاول اللي كنتي باغي دير سكرين للشاشه، يعني باغي تصور الشاشه. هنا الا كنتي باغي دير سكرين زائد كاميرا، يعني انا نوريكم كيفاش، نكليكيو على هادي هانتوما، انا كنبان هنا كما كتلاحظوا معايا. دابا حاليا انا راه كان بحال كنصور الشاشه، انا ندير بحال هكا باش نبان مزيان. اوكي هاني دابا هنا، يعني في حاله ما كنت انا كندير الشرح، اوكي نقدر يعني بلا ما ندير تحييد عليا، بلا ما ندير يعني بلا ما ندير كاميرا، بلا ما ندير كاميرا نكون كنسجل بالكاميرا وفي نفس الوقت يعني كنصور الشاشه ديال الحاسوب. هادشي كامل كيجمعوا لي هذا البرنامج، هادشي باش مزيان. هانتوما كاينين اختيارات اخرى، كاميرا الا كنت باغي دير كاميرا فقط بوحده، يعني درتي كاميرا يعني غادي تبان غير انت بوحدك، ما غاديش يبان يعني الريكورد اللي انت باغي يعني تسجلو على هذا الشكل هذا. كاين اختيارات اخرى، كاين الجيم، يعني الناس ديال 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 الجيم على هذا الشكل هذا. اوكي الناس ديال الجيم، كذلك كاين الاختيار ديال الافاتار، الذكاء الاصطناعي. استناو شويه، انت كتختار مثلا عوض انك الا ما كنتيش انت باغي تبان، فتقدر انك دير يعني تقدر دير يعني واحد الشخصيه بحال هكا عن طريق الذكاء الاصطناعي. اوكي باغي تحول لهاد الشيء هيا، اوكي وانت باغي ياخذ. اوكي هنا كذلك كاين هاد الاختيار ديال فيديو بريزونطاسيون، فاش كتبغي تبريزونتي يعني تقدر انت تكون كتبان. انا نوريكم كيفاش، ها انت تقدر انت تكون كتبان وفي نفس الوقت انا نوريكم كيفاش نديرو هكا في نفس الوقت مثلا، يعني كدير الشرح لشي لعيبه. اوكي بحال هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا، اوكي دير بحال هكا مثلا، كنتي كدير رياكشن، كنتي يعني كدير رياكشن على شي فيديو، كنتي كتشرح شي حاجه، نقدر مثلا ندير هاد اللعيبه هادي. اوكي ونكون يعني كنشرح لكم الدرس، شي درس بحال ما هكا، ويعني كنجمع كلشي في برنامج واحد، ما كتحتاجش مثلا برنامج. حيت في الاول انا شنو كنت كندير، كنت كنصور بالكاميرا، اوكي في نفس الوقت يعني كنسجل الشاشه ديال الحاسوب بهذا اللوجيسيال هذا اللي عندي، وفي نفس الوقت كنستعمل ادوبي بريمير برو للمونتاج. اوكي يعني كنستعمل ثلاثه ديال الادوات مع هذا البرنامج هذا،
كتخلى على دوك الادوات كامله، كلشي كتلقاه في هذا البرنامج. هادشي باش مزيان يعني كيجمع لك كلشي. كاين كذلك مجموعه من الاختيارات هنا، في حاله ما كنتي باغي دير فيديو ديال تيك توك، ثم كنتي مثلا باغي دير رياكشن على فيديو ديال تيك توك، ولا كنتي كتشرح شي حاجه في تيك توك، هذه تقدر انك يعني ديرها بحال هكا، ماكش مشكل. كذلك يعني كاين ديال الانستغرام كيما كتلاحظوا معايا، كذلك كاين ستوندار. اوكي كذلك كاين اليوتيوب، اليوتيوب كيكون ديما على هذا الشكل هذا، انت كدير اللي بغيتي ديما. الا كنتي باغي تبدا المونتا يعني عفوا، الا كنتي باغي تبدا التسجيل كتكليكي على هذه البلاصه هذه. واخا حنا ندير واحد البلان كاع، نديرو هكا، ديرو هكا ونطلقو. دابا فاش غنطلق راه غادي تمشي الصوره ديالي، ما غاديش تبقى تبان. اوكي ها هو نو عفوا كتبان، ما كتبانش يعني في داك الاختيار الاخر. المهم دابا هاني، دابا انا حاليا راه كنصور كما كتلاحظوا معايا، نقدر نكون كندير شي شرح شي لعيبه بحال ما هكا. من بعد ما كنسالي يعني التسجيل ديالي كنحبس، غيديني المونتاج، انا كيعطيوك هاد الاختيارات هادو بحال ما هكا. اوكي ها انت نقدر دابا نجيبو التايم لاين هنا، هانتوما كما كتلاحظو معايا هنا كاين فيديو واحد ديالي انا. اوكي غادي نحاول انني ندير معاكم طريقة اخرى باش يعني نشرح لكم بعض الامور. هاكا انت كدير اللعيبة شتي، هانتا هو الفيديو ديالك هنا. اوكي هاهو نو عفوا كتبان، مكتبانش يعني في داك الاختيار الاخر. المهم دابا هاني، دابا انا حاليا كنصور كما كتلاحظو معايا، نقدر نكون كاندي سمعتوه يعني كاين الصوت كاين الصورة كاين كلشي، شي شرح شي لعيبة بحال هكا. من بعد ما كنسالي يعني التسجيل ديالي كندير هكا شتي. اوكي نحاول انني يعني ندير لكم واحد البلان اخر، ندخلو هكا نديرو سكرين كاميرا. انت فاش كدير سكرين كاميرا هنا كتختار واش يوتيوب ولا تيك توك ولا انستغرام كيفما يعني الاول، نديرو حنا يوتيوب. كما كتختار لتحت هكا باش يبان كلشي، لان ندير بيسي صغير. اوكي نديرو يعني شتو ها هو دابا غتمشي الصوره ديالي كما قلت لكم ديك الساعه. دابا الصوره ديالي ما كتبانش، لكن دابا راه كتسجل الشاشه ديال الحاسوب، يعني كلشي كنديرو في نفس الوقت راه كتبان انا الصوره ديالي. يعني كنت باغي دير شي شرح ولا الفيديو دابا حال اللي كيمشيو فيرال في تيك توك في الانستغرام في فيسبوك راه كيتخدموا بهذه الطريقه هذه. صافي نوقفو دابا، انت مباشره دابا كيديني هنا يعني لا. هنا كيتحطوا لي، حطوا معايا واحد القضيه ماشي بحال الاول، هادشي هو اللي كنت باغي نوريكم. هنا عندي الصوت وعندي الصوره ديالي انا، وفي نفس الوقت عندي الفيديو. واش غادي هانتوما كما كتلاحظوا معايا، هنا نقدر نتحكم في الصوره ديالي كما كتلاحظوا معايا، نتحكم فيها كيف ما انا بغيت. اوكي كذلك كاين الفيديو هنا لتحت، نتحكم فيه كما بغيت. كذلك كاين الصوت اللي كنت باغي نخدم على الصوت. اوكي ها انت كاين كيفاش غتخدم على الصوت ديالك، كلشي كاين في هاد البلاصه هادي، يعني انت كتختار اين هو فيهم اللي بغيتي يعني تخدم عليه. كيتفرقوا ماشي كيعطيوك فيديو كامل مكون، يعني كنت باغي تقطع هذا ولا ما تقدرش، انك بالعكس يعني الا كان الشرح ديالك في هاد البلاصه هادي تقدر تحرك هاد الصوره هادي. نعاود نرجعو نخرجو كامل باش نوريكم واحد البلان اخر، نديرو فيديو سكرين كاميرا. اوكي دابا لاحظتوا معايا واحد القضيه هنا، هانتوما راه حيت الباك جراوند، يعني مبقاتش كتبان الباك جراوند ديالي، يعني هو انك دير الجرين سكرين ودير ديك الخلفيه الخضراء وكذا في هذا البرنامج هذا ما كتحتاجش التعقيدات كامله. اوكي بغيتي ندير هكا، ندير بلا هادشي ندير مربع. اوكي تشكون مربع هكا، فين الجرين سكرين مشات هانتوما؟ ايه واه السي محمد، ايه الباترون انتوما شتي، انتوما فاش كنرطا كنرطا كتبان على هاد الشكل هذا. نتوما مشيتي عاوتاني ها هي على شكل دائرة. المهم نتا كتحكم فيها كيف ما بغيتي، يعني نقدر ندير هكا ونعاود ندير هاد اللعيبة هادي بحال ما هكا
صورت باش ندخلكم دابا المونتاج، نوريكم مجموعة من يعني من الاختيارات اللي غادي تحتاجها. الوغ نديرو حبسو، عاودي نحبسو. يعني البرنامج الاخوان فيه بزاف ديال البلانات اللي يعني اللي غادي تحتاجوها. في الاول درنا فيديو ريكورد، دابا غنديرو فيديو ايديتور. من بعد ما كطلع لك هاد الواجهه كتكليكي على زائد، هنا كنمشيو كنختارو داك الفيديو ديالنا، كنكليكيو على زائد. ها هو الفيديو ديالنا اللي غنخدمو عليه المونتاج، كيطلع لينا هنا. اوكي، هو هذا. دابا غادي نحاول انني نشرح لكم هذا الشيء كامل. الا كنتي باغي دير المونتاج هنا بعدا، الا كنتي باغي تقطع كتكليكي على هاد البلاصه هادي، كتعاود تجي لهاد البلاصه هادي كتكليكي هنا. هذا تقدر انك تحيدو الا كنتي باغي تمسحو، راه كتمسحو ما عندكش مشكل. اوكي، سينو راه كتحركو لاي بلاصه بغيتي، الا درتي ديك راه كتمسحو. ها هو كتعاود تجيب هذا لهاد البلاصه هادي. اوكي، دير كدير هكا، جيب لهنا. تقدر مثلا باش نديرو هكا، تقدر مثلا هادي تشدها وتجيبها لهاد البلاصه هادي هنا، ولا هادي تشدها وتطلع الفوق. اوكي، حتى تقدر تحكم في هادي كيف ما بغيتي. اوكي، تعاود. المهم ديما كتقطع كدير هكا، كتجي للبلاصه اللي بغيتي، كتقطع كدير هكا، كتقطع كدير هكا. دابا غادي نحاولوا نشرحوا هادشي بلي ديطاي. اولا عندنا عندنا التومبلي، ها هي شتيها. كنجيو كنكليكو على هاد البلاصة هادي، كنجيبو هادا، كنديرو ليه تيليشارجي. هانتا تبغي دير بالينا هنا. اوكي، واخا لي درنا ليه زائد، فين كنلقاو؟ كنلقاو هنا في هاد البلاصة هادي، تقدر تكليكي عليه جوج مرات كيبان عندك هنا. اوكي، هنا تقدر انت تحكم فيه كيف ما بغيتي. هانتا المقاس ديالو، المسائل ديالو. دير هكا انت، من وقت شغل يبان بزاف. كتبلي على شي طور هكا. المهم راه كاينين بزاف، تقدر تخدم عليهم كاملين. نزيدو هكا. دابا غنجيو الاختيار الثاني، هنا كاين التكست مثلا، كدير هكا دائما كدير زائد. انت كيطيح عندك هنا في البلاصة هادي، فاش كيطيح عندك هنا تكتب مثلا تكتب هكا، كيف ما بغيتي. تكون أصوات ممكن نريكم كيفاش. المهم ديال التكست. اوكي، عندك خيار اخر ديال متى من هاد الاسهم هادو. كدير لي زائد نفس الشيء، وكدير لي زائد. وانت كتختار اي حاجة بغيتيها. هنا فيديو ايفيكت، فيديو ايفيكت هذا ديال، انا غنوريكم كيفاش. مثلا كنجيبو هاد ياك. اوكي، نشدو مثلا هذا، نحطو فوق منو، نتسناو شوية. هانتا هو شتو، حيد ليا الخلفية. شتي الخلفية مشات، شتيها الخلفية ديال الفيديو مشات. شتو البلان كيداير. المهم دومال فيديو افكت، دابا غنديرو اوديو افكت. هذا تقدر تا هما تخدم عليهم يعني الافكت ديال الاوديو ديالك.
هنا وي هذه مزيانة صراحة. كنتي مثلا كتير ديك اللعيبة ديال نشتاك كيف ما كتير ديك الزوم إلا شتيها. المهم كتحط الفيديو ديالك شتي كتبان هنا هادي ديال الزوم. هادي مثلا انا نوريكم كيفاش تقدر تجبدها هنا، تقدر تحكم فيها كيفما بغيتي انت، ولا كتكليكي على جوج مرات كتعطيك مثلا هادي كيما تنزوم الى البيس هادي الى البيسة. لك تعود كاع انت تختار هنا اللي بغيتي، كتختار هادي كتختار هادي كتختار هادي تختار هادي تختار هادي، تقدر تختار غير هادي بحال هكا. اوكي شتيها، ومن بعد كدير اوكي سينو كتحكم فيها هنا. كاينين هادو كاملين، اختيار اخر هي ديال الترانزاكشن. ديال الترانزاكشن نقدر سيدي ندير واحد اللعيبة نديرو بحال هكا ياك، نديرو بحال هكا اختارو غي هذا اختارو غي هذا ونشوفو نديرو عليه هذا. الميديو ديال الترانزاكشن انت كتختار، كاين بزاف ديال الترانزاكشن هنا. هنا هادو ديال لي براند، هادو ديال لي براند اسيدي ديال لي براند. نقدر نديرو ديك اللعيبة ديال هكا مثلا، تقدر مثلا تيل هاديكا تقدر تيل هاديكا. اوكي تحكم فيها كيفما بغيتي هنا، هادي لي معرفتش علاش. هاي صافي محمد عيط كتبتي الاسم ديالك هنا. سنو هادي تلعب هكا المهم هادو تعاون بيهم كتخدم بيهم لا بغيتي. المهم راه كاينين بزاف هنا، هنا ستيكرز دري ستيكرز نعطيكم مثلا الشربة هادي تقدر 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 دير لها بحال هاد البلان هذا. شتيها تيرا كتكليكي عليها هنا وكتحكم فيها انت كيف ما بغيتي. هادي الا بغيتي تزيد، هادي الا بغيتي تزيد ليها من هنا. المهم كاين بزاف نتوما، كاين ديال انستغرام كاين، المهم كاين بزاف هنا نتوما اكتشفوا. هادي ديال الاوديو،
اوكي تكنيكال هنا كاين افكس ديال الباك. مثلا وين توكا المهم هادشي اللي كاين. من بعد ما كتسالي هادشي كامل ودير المونتاج ديالك من بعد كدير اكسبورت هنا هنا كتدخل الجيميل ديالك المهم هنا كتختار الجيميل ديالك من بعد كدير اكسبورت مباشرة. دونك هادشي اللي كاين في الفيديو ديالي ونتمنى تكونوا استفدتوا ديروا لايك شاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. كان معكم محمد ابراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.